بالرصاص والمفرقعات رحب البقاعيون عموما والزحليون خصوصا بوزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي خص مدينتهم بزيارة ليست الأولى له. فبعدما استهل يومه الزحلي من منزل الأمين العام للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك والمدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، تبعه قداس إلهي في كنيسة دير مار أنطونيوس الكبير للرهبانية اللبنانية المارونية. اختار باسيل زيارة مفتي زحلي والبقاع الشيخ خليل الميس في أزهر البقاع في مجد العنجر، ومن هناك أكد باسيل أن البقاع نموذج عن لبنان المتنوع والقائم على التلاقي والحوار. نقول الله يأخذ بإيدك ويحرس هذا، والحقيقة مر لبنان بعهود في عهد كلنا بنعرفه، كلنا ستذكره بالخير، فبدنا كمان تذكر الناس هذا العهد بأيامكم بالخير. نحن الله هيك خلقنا غير شكل، كل ما منلاقي تنوع منزيد عليه تنوع إضافي، وطبعا إدارة التنوع تتطلب جهد ولك الفطن، بس بالنهاية إذا عرفنا تركناها ضمن الوحدة بتكون منفعتها كتير كبيرة، لأنه ما بيجي منا إلا الغنى يلي منلاقيه بدون ما نحس فيه، منلاقيه عطول هو عم بيخلصنا بالأيام الصعبة. إذا ما بدنا نتصدى سوا ونحط إيدنا بإيد بعضنا يمكن كان راح البلد. نحن هلأ بألف خير والأمور على أحسن والأمور على أفضل، والتفاهم بين فخامة الرئيس وبين دولة الرئيس، ونتمنى هذا التفاهم يعني كل القوى السياسية للأفضل وللأحسن ولمصلحة البلد. وخلال مأدبة غداء أقيمت على شرفه في كازينو عرابي في زحلي، أكد باسيل أننا مقبلون على أيام ستستعيد فيه زحلي تمثيلها المتنوع الصحيح والقوي. هلأ في كتير مشاريع لزحلي مش لأجي أقدلكم إيهن، كنت جايبهم معي لأنه رفعناهم نحن كتكتل، رفعناهم لمجلس الوزراء وحطيناهم بالخطة الاستثمارية الكبيرة لبعض زحلي، فيها كتير طرقات، فيها الملعب البلدي، فيها الجامعة اللبنانية، مع أنه أنا بالجامعة اللبنانية عندي رأي تاني بس رح أتركه لإلي مش رح أقلكم إياه. اللي بيساعدنا كتير كتير هو أن نكون كلنا سوا متفقين ومركزين، مش نصفن عرق لبعضنا. فمين ما إجا حكي باسم زحلي تكونوا أنا يعني برأيي بالمجلس النيابي الجديد، النواب اللي بدهم يجوا مع البلديات، مع بلدية زحلة اللي هي الأساس، يكونوا هالمشروع هيدا يكونوا الكل متفقين عليه وقايلين هيدا هو، هيدا مطالب زحلة وهيدا الأولويات. وكان باسيل قد زار مقر بلدية زحلة المعلقة وتعنايل في مقرها المؤقت في كسارة.